السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة منار السالم، مادة العلوم، الصف الخامس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. النهاردة هنشرح الدرس الأول الاحتكاك. هنقول تعريف الاحتكاك: قوة تنشأ من سطحي جسم متلامسين وتؤثر في عكس اتجاه الحركة فتقلل سرعة الجسم. مثل راكب الدراجة، هنلاقي اتجاه حركته عكس اتجاه حركة الاحتكاك. علاقة مساحة السطح بقوة الاحتكاك: الشكل الانسيابي يقلل مساحة سطح الجسم المعرض للهواء فيقل احتكاك الهواء. مثال: الشكل الانسيابي للصواريخ، الطائرات، القاطرات، ويتضح في حالة هبوط الخفاش إلى الأرض حيث يفرد أجنحته لزيادة مساحة سطح جسم المعرض للهواء فيؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء له ويقلل من سرعة سقوطه. ورجل المظلات يفتح مظلة الباراشوت ليزيد من مقاومة الهواء ويقلل من سرعة سقوطه. أنواع الاحتكاك بين الأجسام الصلبة: أولا بين الأجسام الصلبة، ثانيا احتكاك في الهواء، ثالثا الاحتكاك في الماء. مقاومة الهواء لحركة الأجسام: نوع من قوة الاحتكاك وتنشأ عن حركة جسم في الهواء، نلاحظها في الأشياء التي تتحرك بسرعات عالية. مثال: عندما تجري أو تركب دراجة هتلاحظ تأثير مقاومة الهواء لحركتك. مقاومة الماء لحركة الأجسام هي نوع من قوى الاحتكاك تنشأ عن حركة الجسم في الماء. عندما يتحرك الجسم في الماء بسرعة كبيرة مثل السفينة أو السمكة، فإن قوة الاحتكاك بين الجسم المتحرك والماء تزداد بزيادة مساحة السطح المعرض للماء. اتجاه حركة السمكة في الماء يكون معاكساً لاتجاه القوى الناشئة عن الاحتكاك مع الماء. الشكل الانسيابي للأجسام المتحركة: يأخذ جسم السمكة شكل انسيابي وكذلك القاطرات والطائرات لتسهيل حركتها وتقليل الاحتكاك في الماء أو الهواء. الدرس الثاني: تطبيقات الاحتكاك. قوة الاحتكاك تبطئ أو توقف الحركة بين الأسطح المتلامسة وتكون دائما في عكس اتجاه الحركة. متى يحدث الاحتكاك بين سطحين يتحرك أحدهما بالنسبة للآخر مثل السيارة والطريق، بين سطحين يتدحرج أحدهما على الآخر مثل البلية والأرض، حركة الأجسام في الهواء أو الماء. فائدة الاحتكاك: واحد، تنظيم حركة السيارة على الطريق بالاحتكاك بين الإطارات والأرض. اثنين، التحكم في سرعة السيارة أو إيقافها باستخدام الفرامل التي تعتمد على الاحتكاك. ثلاثة، يحميك من التزحلق على الأرض. أربعة، يساعد على الاحتكاك بالأشياء وبدون الاحتكاك تنزلق الأشياء من أيدينا. خمسة، إشعال عودة الثقاب الكبريت لا يتم إلا بالاحتكاك. أضرار الاحتكاك: تتلف الأجزاء الداخلية للآلات الميكانيكية بسبب الاحتكاك بين أجزائها المتحركة المتلامسة، وينتج عن الاحتكاك ارتفاع درجة حرارة هذه الأجزاء ويؤدي إلى تآكل أجزائها وتلف الآلة وتفقد قدرتها على التحمل بما يبدر كثير من الأموال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة منار السالم، مادة العلوم، الصف الخامس الابتدائي.
ثالثا الدم، يتكون من 1 خلايا الدم الحمراء، هي كرات تعطي الدم لونه الأحمر، تنقل الأكسجين من الرئة إلى خلايا الجسم، وتنقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الرئتين للتخلص منهم. 2 خلايا الدم البيضاء، هي كرات تحمي الجسم من أمراض، البعض منها يحد بالجراثيم ليقضي عليها، وبعضها يفرز مواد تقتل هذه الجراثيم. 3 الصفائح الدموية، هي أجزاء صغيرة جدا من الخلايا تساعد على وقف النسب الدم عند الإصابة بالجرح، لأنها تساعد في تكوين الجلطة الدموية مكان الجرح لتسد ويتوقف النزيف. 4 البلازما، الجزء السائل من الدم، يتكون أساسا من الماء، وتسبح فيها خلايا الدم، وتنقل الغذاء الممتص من الأمعاء إلى خلايا الجسم، وتنقل الفضلات من خلايا الجسم إلى أعضاء خاصة بالجسم للتخلص منها. الدرس الثاني الإخراج في الإنسان، المواد الإخراجية هي المواد التي تنتجها خلايا الجسم عندما تحصل خلايا الجسم على الطاقة من الغذاء الممتص فيه وجود الأكسجين، وينتج عن ذلك ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وتقوم الخلايا بتكسير البروتينات التي يستخدمها الجسم في النمو، وتعويض الخلايا التالفة فتنتج البولين أو حمض البولين وبعض الأملاح الزائدة عن الجسم. الفضلات الصلبة البراز هي أجزاء الطعام التي لم يستطع الجهاز الهضمي هضمها، يتم امتصاصها فتختزن في الأمعاء الغليظة حتى يطردها الجسم إلى الخارج، ولذلك لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية. كيف يتخلص الجسم من المواد الإخراجية؟ تتخلص خلايا الجسم من الفضلات إلى الشعيرات الدموية القريبة منه، يخرج ثاني أكسيد الكربون مع هواء الزفير إلى خارج الجسم بواسطة الرئتين. يتخلص الجسم من الأملاح الزائدة عن طريق العرق بواسطة الجلد. البولين أو حمض البولين يطردها الجهاز البولي مع البول إلى خارج الجسم. دلوقتي أمامنا صورة توضح الجهاز البولي، يتكون من شريان، ينقل الدم وما به من فضلات من خلايا الجسم إلى الكلى لتنقيته، وريد، ينقل الدم الذي تم تنقيته بواسطة الكلية إلى القلب، الحالة، ينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية، الكلية تنقي الدم من الفضلات المواد الإخراجية، المثانة البولية يختزن فيها البول حتى تمتلئ فيشعر الإنسان بالرغبة في التبول. الوحدة الثالثة الدرس الأول مكونات التربة، التربة لها ألوان مختلفة تساعد العلماء والمزارعين على معرفة أنواع المعادن فيها. تختلف أنواع التربة في الملمس، فمنها أملس أو حبيبي أو خشن وسخن، تتشكل من أنواع متعددة من الصخور والمعادن وبقايا الكائنات الحية، توجد على لونها وملمسها. أهمية التربة، تساعد على تثبيت جذور النباتات في الأرض. 2 يمتص النباتات الماء والمواد الغذائية منها فينمو. 3 تتخذ العديد من الكائنات التربة موطنا لها. مراحل تكوين التربة، 1 اندفاع الماء فوق الصخور يؤدي إلى تفتتها. 2 الرياح تؤدي إلى تكاثر الصخور وتفتتها. 3 الصخور تزداد تفتتا مع الزمن. تعريف التربة، هي الطبقة العليا السطحية المفككة من القشرة الأرضية، تتكون من معادن تنتج من تفتت الصخور وتختلط مع المواد المتحللة للكائنات بعد موتها، ويوجد بها كائنات دقيقة عديدة. حصل جزيئات كبيرة رملية، غرين، جزيئات صغيرة من الطمل، ماء، دوبان. الدوبان بقايا الكائنات النباتية والحيوانية التي تحللت واختلطت مع مكونات التربة. تسقط أوراق النباتات والأجزاء الأخرى على التربة فتتحلل وتساهم في تكوين الدوبان. عندما تموت الكائنات تحت السطح تتحلل أجسامها وتصبح من الدوبان. تتناقص كمياته في التربة الزراعية بتكرار الزراعة فتقل خصوبتها، لما يستدعي إضافة أسمدة عضوية للتربة لتعويض خصوبتها. أخطأ الإنسان عندما أضاف أسمدة كيميائية فتسببت في تلويث التربة والنباتات.
كيف تكونت التربة الزراعية في مصر من صخور هضبة الحبشة التي تسقط عليها أمطار غريزة وتتعرض للحرارة والرياح والمياه الجارية فتتفتت إلى حبيبات متفقطة الحج والشق. جرفت مياه فيضانات إلى مجرى نهر النيل ومنه إلى أرض الوادي، حيث تسربت عام بعد عام على هيئة طبقات من التمر والطين، وهي غنية بالعناصر اللازمة لنمو النباتات. الدرس الثاني أنواع التربة خصائصها. أمامنا في الصورة ثلاث أنواع من التربة: التينية، الرملية، الصفراء. في مقارنة بين ثلاث أنواع التربة. لون التربة التينية لونها أسمر داكن أي أسود. لون التربة الرملية لونها أصفر. لون التربة الصفراء تربة داكنة اللون معناها لونها رمادي. مكوناتها حبيبات الطين والتمر وقليل من حبيبات الرمل والذباب، ودي مكونات التربة التينية. أما التربة الرملية فمكوناتها تتكون من حبيبات الرمل وقليل من حبيبات الطين أو التمر، ومن النادر احتوائها على الذباب. أما التربة الصفراء تتكون من الحصى والرمل والطين بكميات متساوية تقريبا، بالإضافة إلى كثير من الذباب. حجم الحبيبات: التربة التينية صغيرة الحجم، التربة الرملية كبيرة الحجم، التربة الصفراء خليط من الحبيبات الصغيرة والكبيرة. درجة التماسك: التربة التينية شديدة التماسك، التربة الرملية ضعيفة التماسك، التربة الصفراء متوسطة التماسك. نفاذ الماء: التربة التينية أقل الأنواع نفاذا للماء، التربة الرملية أكثر الأنواع نفاذا للماء، التربة الصفراء وسط بين التربتين. التهوية: التربة التينية رديئة التهوية، التربة الرملية جيدة التهوية، التربة الصفراء متوسطة التهوية. الخصوبة: التربة التينية ثاني أنواع الخصوبة، التربة الرملية أقل أنواع التربة خصوبة، التربة الصفراء أكثر الأنواع خصوبة. النباتات الملائمة لزراعتها: التربة التينية القطن، قصب السكر، القمح، الأرز، كثير من الخضروات. التربة الرملية النباتات اللي بتزرع فيها التربة: الدرانات كالبطاطس والبطاطا والنباتات التي لها ثمار أسفل سطح التربة كالأسودين. أما التربة الصفراء فيزرع بها أشجار الفاكهة. التربة التينية أكثر احتفاظا من ماء، ثم التربة الصفراء، ثم التربة الرملية. وكده تم انتهاء شرح منهج الصف الخامس الابتدائي لطلاب الأعزاء.